ما نطلقش. دوليبران يعود من جديد في تاريخ 8 ديسمبر بالجواب ديالو الثاني البوز. باش نفهموا القصه مزيان رجعوا من الاول. فلادات 25 نوفمبر بوز يحط تراك اللي كان كله كلاشات بزاف الروابط، ومن بين هاد الروابط كان دوليبران اللي حتى هو ما عطلوش بالجواب ديالو في تاريخ 24 نوفمبر اللي لقى انتقادات كبيره. كاين اللي كيقول ضعيف وكاين اللي جا من جهه الدولي. البيبليك تقسم على جوج، وحتى شي واحد ما كان متوقع غيجاوب بوز، ولكن جا الرد في تاريخ 3 ديسمبر تراك اليوسيفر، وكان حتى هو تراك ناضي بالجهد، كنا درنا عليه ريفيو اللي غنخلي لكم ليان ديالها في الديسكريبسيون. وحنا هنا اليوم باش تكون ريفيو ديالنا على التراك الدولي تراك سينغالا اللي عنا بها السنجاب تاع المالكي اللي تشارك شامل البرقادي، وإلا مشينا الارتوك اللي صايبها كل من ميرزو ارتش وارتي شوبيزي اللي كتعبر لنا على القوة ديال الدولي اللي لابس الحطة ديال الفايكينغ، وكيبين من اللباس ديالو بحال شكل راغنار في الظهر ديالو ارواح طايرة، وحتى من الشاقو اللي هاز راه عامر دم كتعبير منه بانه في حرب وراه ضارب الضحية ديالو. والله ما كاش مرق لكن تاني بني جاي فيك اللون ديال مايكل جاكسون فاش مرض. دوليبا هنا رد الجواب تاع بوز اللي كان قال ليه اسمعني اخي البني واتاكا بالبشرة ديالو، هادشي اللي داري دابا. دوليبا قال ليه وشبهه بمايكل جاكسون فاش مرض ولا بيض بزاف بحال خرج فيه اللون تاع البراس. تبعني غاتحرق غمحفظينك وكاتعرض معايا غاتعرق عندك غاتهرب. داكشي كله اللي كتقول راه غير محافظينو ليك، يعني حتى شي حاجه ما عندك انت من راسك. بحال الا باغي يقول ليه انت داكشي كله اللي كتقرا في الكتابه كتجي تعرضو لينا في الراب، كتكتبو في الورقه ديالك كتبقى تراب بيبي، يعني حتى شي حاجه ما جايبه من راسك او الابداع ديالك. الا تبعتيني انا غادي تعرف، يعني غادي توحل وما تقدش على هادشي، ولكن كون كاين وما تهربش. ناس مع انت مقيوس حشات في الدار كان كيبات معاك انت مقيوس، يعني قايس الكلمه وراك فهمتوها طايره الدراري بلا ما نشرحكش. من افكارك بين تزيدي تنا راس العام كتبغي دير انت باينة فيك تزيديت نهار منحوس ومحروم من شرابك، وكذلك شرابك رخيص بزاف وقارنوا بالنوع شراب تاع بول بودر اللي معروف بزاف وهو واحد النوع تاع الروج. لاعبين ماستا قالوا لي بوز من دو احتياجات الخاصة. بوز من نهار بدا الراب ما تبدلش في الشكل ديالو وما غلطش، وخد الفلوس بقى كيبان ضعيف وما عندوش العبادة عاسة شي حاجة خاصة. فاك ليك تو داك البيبليك تاع الحاسة. فاك يو ليك تو داك البيبليك تاعك ديال الحاسة. حيت بوز نهار كيحط شي تراك كتبدا تسمع واو اش قال، كتسمع تاني الكتابة. اغلبية الدراري اللي كيديرو لي ريفيو كيطاقيو بوز في ميساج او في ستوري باش يدوزهم هو اصلا في ستوري عنده. لا ماشي ساينس هادي الحقيقة اللي جيتي عندنا غنرحبو بيك بالسيف ولا بايس. حنا ماشي ساينس بحال الا باغي يقول ليه حنا راه ماشي منكم، حيت بوز ديما مسمي على البيبليك ديالو الساينس او الفلاحه، وحتى الا جيتي عندنا غادي يهزوك في بايس يعني واكل الدق. مره بغيتي تلبس ولكن ما عرفتش كيفاش تقايس. هاد المره بغيتي تعبرني ولقيتيني ماشي قياسك، بزاف عليك انا باش تغلبني او ديرني في كرشك. تغيتي يا سينغالا مولف الجبال جيت الكازا شبالك ميريكانا. المرة الثانية هادي دوليبران كيدق فيها على بوز وكيكلاشي بالحضارة والتمدين باللي حنا حضارة عليكم وعندنا العصرانة، ماشي بحالكم نتوما قدام بزاف والتخلف في البادية، وإلا جيتي كازا غيسحب لك راسك غير في نيويورك. بران نيرفانا كاع عشرانك عطيتي بيهم ولا شي فحال كانا. هاد البلان تاع كاع عشرانك عطيتي بيهم ديما كيتجبد في البيف تاع بوز، كيف ما كيعرف الجميع أنه بوز بدا في جروب ديال الراب وماشي بوحده مع شيرو بلاي اللي كان مسمي على راسو محالفين على وزن شايفين اللي كان كلاشه بها مورفين في البيف اللي كان بيناتهم، ودابا جبدها لي تاني الطولي في هاد السطر انه فرفر عشيرو وبغى الكيكه ديالو كلها بوحديتو انه طماع. تيغاش بصم دابا شي تهز الدرابو لمدينتك دير الشيكولا مع مصطفى الخصم. مصطفى الخصم البطل العالمي السابق في رياضة كيك بوكسين وهو الرئيس بادية ايمو الزار على ما اظن، وهي المنطقة اللي كيسكن فيها بوز، يعني الا بغيتي تهز الدرابو مدينتك تصح مع مصطفى الخصم اللي هو اللي غينفعك ماشي انا. كتابة كترسم فلو كيتخصم فين عمرك شتي شي باطل ديال فلو كيتخصم. فين عمرك شفتي شي باطل تاع لي فلو كيتقسم واللي باطل في الراب هما الاشكال اللي بيه فاصا فاصا؟ عطيني نعطيك وشوفوا شكون اللي واعر زعما باغي يلمح ليه بانه داخل في هذا البيف حتى شي واحد ما غادي يخرج منه متعادل، يعني عطيني نعطيك واحد فين هو يخرج رابح وخاصك عندك النفس طويله غير وجد راس ما كيدوموش كشمان بحال شي مريض في السبيطار ما كيزوروش. رد بوز مسكين ومقطوع من الشجرة وحتى شي واحد ما كيجي عنده ويهضر معاه. ملي كتقول على شي واحد مسكين راه حتى كيبان لك بصح اوفري راه واكل الدق، ملي كتقول عليه مسكين وكيبقى فيك. وتنوض 4 الصباح غير في الدنيا ودبنا في الشبال 4 الصباح
كيفاش شبهوا ربعة الصبع؟ يعني الضو اللي رجع من الموت راه شبهوا ربعة الصبع، والعاد تاع القبر فين كيتدفن بنادم، بحال الا باغي يلمح ليه بانه راه داز من تجارب خايبه اللي شاف فيها الموت قدام عينيه وما تضراش. بغيتي المشاكل ولا بغيتي الصداع؟ بغيتي الرقية الشرعية ولا بغيتي الصدارة؟ اللي بغيتي مرحبا، الا كنتي قبيح وكتقول انا اللي كاين وبغيتي تجبد معنا الصداع مرحبا، والا كنتي مريض غنعالجوك بالرقية الشرعية، نقراو عليك كلام الله حتى تولي تسرع. انا معاك في اللي بغيتي، نقدر ندخل معاك حتى لتيرانك زعما ديال لي كلاش ولي بيف والهيت كامل. تراك مينا قام السوف لينا جدك الشيكاب وتجي عندنا الكورفة تموت لينا. تراك مينا ودرنا كل شيء وباقي عندنا السوفل، واخا ندير معاك اش غادي نبقى مسوفلي عليك ونضربوا معاك مسافة تخواميل. في بولفار ما حاشا واشيك بلا ما تشكي علينا، كتدخلهم بالسياسة زعما كتبغي المدينة. البولفار هو فيستيفال عيد تاع الهيب هوب اللي كيشقام كل عام في المغرب. قال لي انت ما حاشا واش ليك باش تطلع البولفار وما تبقاش تبكي. مؤخرا كانت كدور واحد الهضره باللي كاع الناس اللي كيطلعوا البولفار فوق لاسين وكيكونوا انفيتي خاصهم ضروري يسجلوا عند الشحت مال زعما غير معرفه الا بغيتي تطلع البولفار. فلوم شاوجه اقسام فوجه ما غاديش نعقلوا عليك حيت ما كنساوش. راه ما غاديش نعقلوا عليك الا بانت لينا فيك الضربه حيت ما كنساوش. اي واحد دار معنا العيب باقي بين عينينا وباقي في دماغنا، ردوا لي ردوا لي، وبغيتي تبان قبيح غتجي فيك الدقة. انا بور فافور جوج تراكات وستراكة دراب فابور. تراك في 5 دقائق تاع الدولي زعما راه كلاسيك بجوج تراكات في تراك واحد، درت ليك بروموسيو فين تمتع. راب ماشي قر هو بديت شيقر نهار غيجيبوك في التيفي غدوز عند عتيق بن شيقر. عتيق بن شيقر هو مقدم برنامج مسار في دوزين وكيجيب دوك الناس اللي قدامو وحتى شي واحد مبقى عاقل عليهم. هنا باغي يلمح ليه او باغي يوصل ليه بانه ما غيدوز في التلفازه حتى خاصو يخدم على راسو مزيان ودرب طريق طويله وحتى يشرف اني غيبان في التلفازه. راه ماشي الراب هذاك كاع ما غنتفاداك، ما كبرناش حنا بغرامه ديال جمعيه الاباء. واحد النهار كان مشى بوز يستلم واحد الجائزه الاب ديالو وكلاشاه بها وقال ليه بلي كبرتي غير بالدعم تاع الجمعيات، وكلشي عارف بلي بوز الاب ديالو شاعر وكان كيكتب الشعر. ولا ما كنتيش عارف هذه القضيه دخل تفرج في القصه ديال بوز اللي نخلي لكم ليان ديالها في الديسكريبسيون، وفي ديك القصص نخلي لكم كذلك القصه ديال الدولي اللي حتى هي قلنا عليها قصه زوينه ونخلي لكم ليان ديالها في الديسكريبسيون. كنت لاف شي واحد فحالك مني ما كنلقى باش مفوق. دابا انا غنضيع معاك الوقت وما على باليش بيك وغير ملهي معاك، راه ماشي بصح هادشي اللي مازال كاين دابا كنهضروا فيه. وهنا غتكون سالات الكوبلي الاولى من التراك. ضحكنا معاك في الاول زرنا لك شحيمه اش دخلتي للكراج دابا وغيسكت واحد شويه وغيقول لي جرى لك غير شحيمه باش تدخل عندنا للتيران في كلاش الاول تاع فليلو. وخا الدور كيعترف بانه ما قصرش مزيان في التراك الاول ديالو ولكن غير دار شحيمه البوز باش يجاوبه ويدخل مع التيران الصح، يعني هذا هو الصح ديال بصح. هاد طاري ياسين قالا هو الكلاش الواعر. درت لك حالة غير اللي داز كيشو ما عندناش مع تيك توك وكابيسو. درت لك حالة اللي داز كيتفل عليك، يعني حنا راه ما عندناش مع فعل تيك توك فعل الخونشات تاع كابيسو كابيسو، حنا كنعرفو غانيشان اللي طاح يموت. قصيرا باش تعطيك بيزو بيزو ما عرفتيش اش مخبيلك تفينا صغور بانو ليا ضاربينك. قال على بوز بانه بيودوفيل حيت كان بان مع واحد البنت في واحد الفيديو وهو كيرابي. انا طلقت بين في الصغر تاعك كنتي محقور وواكل الدق ومهزش راسك في قرانك. وان شوت ما كنديك عليش داكشي دري لغوتي ما غدي ماريش. وان شوت رصاصة الرحمة، يعني من بعد هاد التراك ما تقدرش تنوض. وقال ليه تاني بلي ما يعرفش يرابي على الدريل اللي كان كلاشا بها في التراك الاول تاع زاندا، واصلا الدريل هو باش تشهر الدولي وكيف تاخر بها. كنجيب الدراع وكنجيب نيش دراج راسك راك تعاود غنتنيش. اغلبيه قال على بوز انه كيبقى يتعاود في التراكات ديالو وما كيجيبش الجديد بحال لي فلو تيكنيك ودي بونش جداد، كيبان ليك نفس الفلو كيتعاود غير لي ريكس كيتبدلوا. سخوط الوالدين وباغ من الراب رضا. كيفاش انت مسخوط الوالدين وكتقول على الراب عطيك رضا؟ جبت حتى رضا ديال والديك اللي ولدوك وزاتك ما 9 شهور في كرشو بقى غير تاخد رضا ديال الراب اللي حنا كاملين ولادو. معروف عليا الا بديت كاع ما كنسقط. انت دخلتي دابا في هاد البيف يلا بين ليا وما تحبش، انا ما غاديش نسالي هنا غير عوي عليها. انا بديت دابا وما غاديش نحبس حتى نربح هاد الباطل. ساليش لك واخا ما مساليش لك واخا كنسرح ليك راه ما على باليش بك.
واخا كنعطيك القاصح راه والله مسوق ليك عندي زيد ناقص انت فهاد الكلاش غير ديال الخاطر للبيبليك وما بغيش يصحاب لهم بانه ما كاينش وما بغيش نجاوب وكيشترك مدوش عليه راه بدا كيتلف سيرو واش هضره بديتي كتلف التراكات ديالك بينما التراك اليوسيفر اللي جبت فيه تاني بزاف تاع الروابط وكلاشهم تاني بزاف تاع السطور منهم شايفين في كلاش اش اش مشدوب مور الكلاش غنديوك الحضره من مورا هاد البيف وهاد الكلاش خصوصا غادي تسطق واش بدا تجذب غير وجد راسك راه غتحماق هو كتصلح انت اصلا فلاح يلا صافي سي صراح انت اصلا مسمي على راسك فلاح وما عندكش علاقه مع الراب غير نسى وسيدير شي حاجه اخرى اللي تليق ليك وكيسير التراك ديالو بلي غوفغان اللي كيحتقر فيه بوز بزاف الدراري كيف جاكم الكلاش ديال الطول بغيت كلشي يعطي الراي ديالو في لي كومونتير الا كنت كنعطل عليكم لي ريفيو لسبب واحد هو انه ما كنبغيش نزرب عليكم ونبقى نقول لكم واو 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 وحتى السبب اخر وقع هاد الايامات هو انه كنت مشغول بزاف 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 كنفيق مع 6 الصباح وما كنجي للدار حتى 7 العشيه كنشوف الدار فين كننعس الليل يعني ما كنساليش كان عندي واحد الاشغال اللي ضروري خاصني نقضيهم سمحوا لي بزاف الا عطلت عليكم لي ريفيو كنوعدكم من القدام غتكون شي حاجه يخفن درك او فوا تحط عندي لا ريفيو غنحطها لكم وما تنساش معك لايك ابوني لاشين نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ولا بغيتي تعرف هاد البلانات دخل عندي الانستغرام اللي غنخلي لكم لين ديالو في الديسكريبسيون يما غادي مريسكي موسيقى اللي فاقه جايب بوكو راس لارس لارس كل ليلة متاستي زادة كوكاينة كانت اللي خلاطة